أما بقى لو جينا للعميد حسام حسن، فهو أكبر لاعب بيسجل هدف في البطولة، وده كان في بطولة 2006، سجله وهو عنده 39 سنة و174 يوم بالظبط. ده طبعا بيكون سن كتير، سن كبير وسط لعيبة الكورة، بيبقى معظمهم أصغر من كده بكتير، ولكن يعتبر هو أكبر لاعب جاب هدف في البطولة.